في تاريخ الأنبياء والرسل نجد العديد من الشخصيات التي كانت قريبة من الأنبياء، ومع ذلك اتخذت طريقاً مختلفاً أدى إلى هلاكها، وأحد هذه الشخصيات هي والها، فمن هي وماذا فعلت مع نبي الله لوط حتى استحقت العذاب الأليم، وكيف أهلكها الله عز وجل؟ هيا بنا لنعرف قصتها الكاملة، ولكن قبل أن نبدأ مشاهدينا، فضلاً صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليقات ليكن لكم أجراً معنا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. قيل أن زوجة لوط عليه السلام اسمها والها أو والعة، ولكن لم يذكر ذلك في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة. كانت والها هي زوجة نبي الله لوط عليه السلام الذي أرسله الله تعالى إلى قوم مدينة سدوم، وهي إحدى أشهر المدن التي اشتهرت بالفساد والانحراف الأخلاقي، فلقد كان قوم لوط يمارسون الفاحشة بشكل علني وغير مسبوق في التاريخ. لم يكن لديهم أي احترام لأي قيم أخلاقية، وكانوا يعتدون على بعضهم البعض بطرق شنيعة، فأرسل الله إليهم لوط عليه السلام ليهدي قومه إلى الصراط المستقيم وينذرهم من عواقب أفعالهم السيئة. فهو لوط ابن هاران ابن أخي إبراهيم عليه السلام الخليل عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ولقد آمن لوط عليه السلام مع إبراهيم الخليل وهاجر معه إلى أرض الشام، فأرسل الله نبيه لوط إلى سدوم وما حولها، وكانت مدينة سدوم مدينة كبيرة تشتهر بالتجارة وكانت تقع في الأراضي الكنعانية، فعاش نبي الله لوط معهم يدعوهم بالحسنى لعبادة رب العالمين وحده لا شريك له، وينهاهم عما يفعلون من المنكرات والآثام والكبائر، خاصة الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، وهي إتيان الذكران دون النساء، مخالفين فطرة الله التي فطر الناس عليها. فكان قوم لوط عليه السلام هم أول من ابتدع هذه الفاحشة، كما اشتهر فيهم الكثير من المنكرات، إذ كانوا يقطعون الطرقات ويسرقون الناس ويسيئون الأدب بالمجالس، وكانوا يجاهرون بمعاصيهم ولا يستخفون منها. ولكن نبي الله لوط لم ييأس أو يمل منهم، بل ظل يدعوهم ويأمرهم بالإيمان وترك الفواحش، لكنهم قابلوا دعوته بالرفض وأصروا على قولهم وفجورهم، فاستضعفه قومه وتسلطوا عليه ولم يؤمن معه إلا ابنتاه، وأصر قومه على عنادهم وكفرهم. حاول لوط بشتى الطرق أن يمنعهم عن المعاصي التي يرتكبها، كأن يدعوهم للزواج من النساء كما فطرهم الله، فقال لهم: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، والمقصود ببناتي هنا هم بنات المدينة كلها، ولكنهم رفضوا متعلنين بأنهم ليس لديهم رغبة في النساء، فقالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. وقد ذكر المفسرون بأن رجالهم كانوا قد استغنوا ببعضهم البعض عن النساء، وكذلك النساء قد استغنوا ببعضهم البعض عن الرجال، وتركوا الزواج الذي شرعه الله تبارك وتعالى، وازداد البلاء على نبي الله لوط عليه السلام. ولكن ما موقف والها من دعوة زوجها لوط عليه السلام؟ كانت والها تعيش مع لوط وتعرف دعوته عن قرب، ولكنها لم تؤمن برسالته، بل كانت تميل إلى قومها الفاسدين وتدعمهم في أعمالهم الشنيعة. وعلى الرغم من أن لوط عليه السلام كان نبي الله، إلا أن زوجته كانت خائنة لدعوته، وبدلا من أن تكون داعمة له كانت تحرض قومها عليه، فلقد كانت تتآمر مع قوم لوط وتخبرهم عن أي ضيوف أو غرباء يأتون إلى بيت لوط، فلقد كان أهل سدوم يعتدون على أي ضيف يأتي إلى المدينة، فكانت والها بمثابة الجاسوسة التي تساعدهم في تحقيق مآربهم. ولقد ضرب الله تعالى بزوجة لوط وزوجة نوح عليهم السلام المثل السيء للذين كفروا، فقال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ولقد فسر العلماء هذه الخيانة بأنها خيانة للإيمان والعقيدة، فهي لم تؤمن بنبي الله لوط، وإنما كانت تعين قومها على الفاحشة، فما ذكره الله تعالى في الآية من خيانة زوجة لوط وزوجة نوح عليهما السلام هي خيانة في الدين والإيمان، إذ أنهما كفرتا بالله. وليس المقصود بالخيانة الفاحشة،
فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء ولفضل الله على الأنبياء ورحمته بهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما باغت امرأة نبي قط، إنما خيانتهما كانت في الدين. ولشدة فجور قوم سدوم أرادوا طرد لوط عليه السلام لدعوته لهم، وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أن البشر لم يعرفوا هذه الفاحشة من قبل قوم لوط، فهم أول من فعلها من البشر، وهي إتيان الرجال من دون النساء. ولوطاً إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ وهنا سؤال: كيف تعلم قوم لوط هذه الفاحشة إذ كانوا هم أول من فعلوها؟ فكيف عرفوها؟ لقد جاء في ذلك روايات كثيرة، ولكن أغلبها من الإسرائيليات التي ليس هناك دليل على صحتها من الكتاب أو السنة. ومن هذه الروايات أن قوم لوط قد تعلموا هذه الفاحشة من إحدى بنات إبليس لعنه الله، واسمها لاقيس. وقد ذكر الإمام السيوطي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وكان الذي حملهم على إتيان الرجال دون النساء أنهم كان لهم ثمار في منازلهم وحوائطهم، وأنهم أصابهم قحط وقلة في الثمار، فقال بعضهم لبعض: إنكم إن منعتم ثماركم هذه عن أبناء السبيل كانت لكم عيش، فإن دخل في مزارعكم غريبا فانكحوه وأغرموه فسيخاف الناس منكم. وهذا ما حملهم على ارتكاب هذا الإثم العظيم. ومما قيل أيضا أن إبليس جاء إلى أهل هذه القرية الفاسقة في هيئة صبي جميل فدعاهم إلى نفسه فنكحوه، ثم جرأوا بعد ذلك على هذا الفعل القبيح حتى صار سنة فيهم. ثم تمادى قوم لوط في جرأتهم على نبي الله لوط عليه السلام، وحذروه من الاستمرار في دعوته، فلما أصروا على كفرهم وفعلهم دعا عليهم نبي الله لوط عليه السلام، وذلك بعد أن علم أن لا خير فيهم وأنهم لن يؤمنوا بالله رب العالمين. قال: رب انصرني على القوم المفسدين. وجاءت إجابة الله سريعة، فأرسل الله إليه الملائكة لنصرته في هيئة رجال جميلي الخلقة، جاءوا ليخبروه بأن الله قد كتب العذاب والهلاك على قومه بسبب أفعالهم الشنيعة. ولكن قبل أن يقع العذاب كان الاختبار الأخير لوالها زوجة نبي الله لوط عليه السلام، فعندما رأت والها هؤلاء الضيوف الجميلين في بيت لوط عليه السلام سارعت بإخبار قومها بأن هناك رجال غرباء في بيت زوجها. وبالفعل جاء قوم لوط مسرعين ليطلبوا من لوط أن يسلمهم هؤلاء الضيوف ليمارسوا الفاحشة معهم، فرفض نبي الله لوط وعرض عليهم الزواج من بناته، فقال لهم: إن هؤلاء ضيوفي، وقال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فاجتمعوا عند بابه مصرين على أن يسلمهم الضيوف، فحزن نبي الله لوط عليه السلام بأنه ليس له مانعة تحميه منهم، فقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وهنا كشف الملائكة عن هيئتهم وحقيقتهم للوط، وأخبروه أن العذاب واقع على قومه، وأمروا لوط أن يخرج من المدينة مع عائلته ومن آمن معه قبل أن ينزل العذاب، وحذروهم من أن ينظر أحدا خلفه أثناء خروجهم. فلما أراد القوم دخول المنزل خرج عليهم جبريل عليه السلام وبضربة واحدة أعمى أبصارهم، فعادوا إلى ديارهم يتلمسون الجدران وهم يقولون: كذبا سحرنا لوط، وتوعدوه بأن يأتوه في الغد. فخرج لوط عليه السلام ومن آمن معه ليلا كما أمرته الملائكة، وفي صبيحة اليوم التالي أنزل الله تعالى على قوم لوط عليه السلام العذاب الأليم، إذ أرسل الله عليهم صيحة شديدة من السماء قلبت قريتهم فأصبح أعالي المدينة أسافلها، فأرسل الله عليهم حجارة وحمما صغيرة كمطرا ينزل عليهم، وجاء جبريل عليه السلام وجعل جناحه تحت القرية ثم ارتفع بها للسماء حتى سمعت الملائكة صياح ضيكتهم وسمعوا تسبيح الملائكة، فأمطر الله عليهم حجارة وعلى كل حجر اسم صاحبه فصار عاليها سافلها، ولذلك سماهم الله تعالى في القرآن الكريم بالمؤتفكة أي بالقرية المنقلبة. قال الله تعالى في سورة النجم: والمؤتفكة أهوى. وأما عن والها زوجة لوط فقد خرجت مع لوط عليه السلام، إلا إنها عندما حل العذاب بقومها الكافرين وسمعت أصواتهم وصراخهم
التفتت لتصرخ وتقول: وقوماه. فخالفت تحذير الملائكة بألا تنظر للخلف، فكانت من الهالكين مع قومها الكافرين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عزيزي المشاهد، إذا كنت تتابعنا حتى الآن فلا تنسى الصلاة على النبي في التعليقات، والإعجاب بالمقطع دعما لنا، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. دمتم في أمان الله.